السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم أبنائي الأعزاء في الدرس الثاني من الوحدة الخامسة. الدرس هو أنواع الطلاق وألفاظه. طيب، أحيانا تسوء العشرة بين الزوجين وما يكون هناك حل إلا الفراق، فهل للزوج أن يطلق ما شاء؟ سنعرف من خلال هذا الدرس. طيب، عندنا الطلاق له نوعان، سني وبدعي، وكلاهما لهم حالات معينة راح نذكرها خلال الدرس هذا إن شاء الله. أول شيء، الطلاق السني له حالتان. الحالة الأولى أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، يعني الزوج يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يكن هناك فيه جماع. الحالة الثانية أن يطلق زوجته وهي حامل، والدليل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما: أي طاهرات من غير جماع، يعني الرجل لا يجامع زوجته في هذه الحالة في الطلاق إيش؟ السني. طيب، أما الطلاق البدعي فهو له حالتين أيضا. الحالة الأولى بدعي في الوقت، يعني في وقت الطلاق يكون بدعي، كأن يطلق زوجته في حيض أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها. أما الحالة الثانية بداعي العدد، يعني في الشيء اللي فيه عدد، ومثاله كأن يطلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة، يعني يطلقها ثلاثة في كلمة واحدة، أو يطلقها ثلاث طلقات متفرقات في مجلس واحد. حكم الطلاق البدعي هو محرم، أما إن كانت المرأة لا تحيض لصغر سن أو يأس، يعني ما يأتيها الحيض يا إما لصغر سنها أو يأس، أو كانت غير مدخول بها، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، يعني ما في لا سنة ولا بدعة في الطلاق في هذه الحالة. لماذا سمي طلاقا سنيا وطلاقا بدعيا؟ سنيا لانه هو الطلاق المشروع في الكتاب والسنه، وبدعيا لانه مبتدع من ايش؟ من الناس. طيب، الحكمه من تحريم الطلاق البدعي ليش؟ لانه في مفاسد ومضار على الزوجين، واحيانا فيه خلاف من المنافع والمصالح ما يعلمها لا الزوج ولا الزوجه، ويجهلونها في هذه الحاله، عشان هكذا سمي طلاقا بدعيا وحرم. طيب، استنتج الحكم من تحريم الطلاق البدعي، قلنا لأنه فيه مفاسد وأضرار، ولما يخلفه من المنافع والمصالح علمها من علمها وجهلها من جهلها. طيب، ننتقل إلى ألفاظ الطلاق. ما هي ألفاظ الطلاق؟ تنقسم إلى قسمين عندنا: ألفاظ صريحة وهي لفظ الطلاق وما تصرف منه، مثل أنت طالق ومطلقة وطلقتك. حكم هذه الألفاظ: إذا قال الزوج لزوجته أحد هذه الألفاظ فإنها تطلق، لأنها تعتبر ألفاظ إيش؟ صريحة في الطلاق. أما القسم الثاني، ألفاظ الكناية، يعني أشياء تكنى تحتمل بها الطلاق وغيره، وقد يفهم منها الطلاق وقد لا يفهم لكونها ليست موضوعة أصلا للطلاق. مثال: اخرجي عني، ألحقي بأهلك، غطي وجهك عني، ولا حاجة لي فيك. حكم هذه الألفاظ: هذه الألفاظ إذا قالها الرجل فإن المرأة لا تطلق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، يعني إذا كان من هذه الألفاظ الزوج نيته الطلاق فإنها تقع، أما إذا لم يكن بها نية للطلاق فلا تطلق المرأة. وهذه الألفاظ طبعا تختلف بحسب اختلاف اللهجات واللغات والأزمان والأماكن والعبرة بما تعرف عليه الناس في كل بلد. طيب، الطلاق بالكتاب، إذا كتب الزوج طلاق زوجته وقع الطلاق، سواء كان ذلك في ورقة أم عن طريق رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني، في هذه الحالة الطلاق إيش؟ يقع. وقال بعض أهل العلم: لا يقع حتى ينويه، يعني في رأي آخر للعلماء أنه ما يقع هذا الطلاق إلا إذا نواه، وليست الكتابة في المحكمة أو غيرها شرط لوقوع الطلاق، بل يقع صريح الطلاق بمجرد التلفظ به، ولو كان وحده، يعني ما كانت الزوجة موجودة ولا سمعته ولم تعلم به إلا لاحقا، ففي هذه الحالة يقع إيش؟ الطلاق. طيب، المعلم شرح الدرس الطلاق وتلفظ بألفاظ الطلاق وكتبه على السبورة، هل تطلق زوجته مع التعليل؟ طبعا في هذه الحالة لا يقع، لأن المدرس لم يقصد بها تطليق زوجته، وإنما نيته في شرح الدرس وبيان هذا الشيء للطلاب. طيب، حديث النفس بالطلاق، من يحدث نفسه بالطلاق داخليا ولم يتلفظ به ولم يكتب به، طبعا هذا الشيء ما يقع، هذا الشيء ما يقع نهائيا، لأنه حديث في النفس داخليا. ما احنا قلنا يقع الطلاق إذا تلفظ به أو كتبه كتابة. طيب،
تعليق الطلاق إذا علق الزوج طلاق امرأته بفعل معين من الأفعال وكان فعلا ناويا أن يطلق، فإن فعلت هذا الفعل، يعني الامرأة الزوج نهى زوجها أن تفعل هذا الشيء، أو مثلا تذهب للمكان الفلاني أو تكلم المكان الفلاني، ولو فعلت هذا الشيء، قال لو فعلت هذا الشيء يعني سأطلقك مثلا، وكان ناويا بإيقاع الطلاق، إن فعلت هذا الفعل فإنها تطلق. وإن قصد الحث، يعني إنه يقصد، ما هو ناوي إنه يقع بس قصد إنه إيش، يعني يحث على ترك الفعل، فيصبح في هذه الحالة إيش، يمينا، وتجب بتحقيقه كفارة إيش، كفارة اليمين. ونكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونلتقي في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.